نيسو وحان إذن كوار قيلنا إن لمان مدح دي لغو طلق الشركة سنة كقيب قلان أي حاتن مغالا دي مغدشو كسو غنيهين ونسو دوي مدح وينها جمهورية فدرال كي سوماليا مدح دا إلاي حاتن سو غاري مغالا دا وحاكم دا مدح وينها جمهورية أي نوالالان أي جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة مدح وينها جمهورية كينيا ويليام روتو يورز الوزارة إثيوبيا أبي أحمد شركة وشير مهمة أمني قبلك وشير مهمة إن ودم هذا حبنا كا درال كان درس كا أي سي قطر وجود حاجودان أرمها أمني لبض لنا كل حياة ما دامها تن سومالي أي كسر عدان هول قلو كنا قوارشته وحمد أحد وإسلا غرفين دونان أما بقى أي إسلا إيجي دونان أجنديال أي شلي أنسحيا وزير دجاشن بيجا درال كان صفقة هري أو شلي مقدشة كل مي يجو أي وهليان ترياشة إذا مدى قلب كسيد درال كودا مركا وشير رنتي يمد وقت لغو تلقالي حلي سومالي يقول بدن كجاريسو إن هالقلة ده أي كل جرتوا قوارش تال شباب إن عالم كنا وأقوان صدوا إن قولها إن أي واحترويهن أمنك قبل كا وارين كله مهم وأه أو سياسة ده يو أمنك سومالي بواحتروين له وها مركا إن وضمدان ايكو قوليستان ايدينا عمنيقا سكاشدان اي فرصد وسينا ايسا ان اي ديرة دساران عريما كالسيدة عريما حدقالها عريما هبولشدة اي عريما سنحقلك بولشو ينكا دلالكو دا ما داما عمنيقا اوي هاي شروط دكو وادي او باهن ان لا ابورو حاسلوني اي دادكو حقوق بسان كران انت اسمك عنو قبحنو شركة شير مدحيتك وضمد صفقة وريمات مغالد مقدشكو يالان ايان وحان قودة قلينا برنامج كيني تضباد لها وانو كغور بحينيني هول قلدي سعودي كرنان كها قواريشتا ايو اجندوين كالي قران سوماليا تضباد كيلا سعود عفو وخير قلي وحا حسين مضان ان اي سي ويلي قول وغو سعودان هول قلدي دالك لغا عربتر اي قواريشتا الشباب een mid kamid ah howlgalada sadan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose oo in ka badan 136 ka tirsan qawaarishta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay tiro kale oo 100 ku dhawna lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ka sameeyeen dhulkeen ah oo ku yaala inta u dhaxeysa Tawakkal iyo Garas Jeereed oo 12 km galbeed ka jira degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed وررك الحقيقة جو هالشيء إن قواريشتو أي دونين إن أي ورر قادم ما أي كقادة دت شعب وحياة ليان بس أيضا كان بس جدا أو كعشان أي قبردو ده إيو رجسي ونعكسن وحيل دار عريمها إن بس جدا أي كور هلين أما بي هلين حقتا أرجع حسده سمر كاسنا أي كبحين هل كاس كل أيين ترى ساعات كا ترى سيدات كا أبدا بقول صدني اللي حدا جارية إن كبدا بقول مهلكس الغرناء وعي هير شبيلة ينا إذا ما دحوق ذلك الصومالية دي صاحبة عالمية هالقل أي كفولين وحاي باكسدين سيدات كم إذا قواريشة ولا بحر جوج أي كم ديهين وحاسد مظن إن قواريشة ولا باكسد أي مركز كوجود جيران إن العك بعد كقطان ذات شعبه بل س حوق دق دق أول هلا إذا ما ذكر رقاقين هالكاسن أي كل عين دمان قواريشة وحر جوج لا يكوجيران هذا وحنو جمع هاد علينا شعبك سيد الدو ولا شقينا يان إذا ماذا إسلام كان أي سيد دق دق حقت أولو ذا جيان إذا ماذا نوح هاد جمع هاد سينهين سيد دق دق وجه جواب يان مرك أي هلان فريمه كسابسن عريمه أنا بتجلي هذا لو بتبعدين يا شعبك الصومالي لانكا دولة جوبلات كبونتلان يانا وح كده عي هالقل وح هالكاس لو بعكس هذا مت كم ده هرجوج يا شرقي حسدا ولا يرادو بلال السوداني وها هو جامية داعش الصومالي halkaas kaas waxa kale sidoo kale lagu dilay 10 kamid ah maleeshiya la socday ninkaas la yiraahdo Bilal Al-Sudani oo iyagu marka weerarka u dhacay isku dayay in ay sameeyaan fal ishortaaga dhanka galmudugna oo hore guulo badan ay ciidamada xooga dalka iyo shacabka ay uga gaareen waxayna ka soo yeeraya warar aad runtii lagu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen deegaan hor leh oo ku yaal halkaas taasina ay ka dhigan tahay in goordhow deegaanada Shabeelle iyo Galmudug ay noqdaan deegaan xor ah oo aan laga helin ama ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama qawaarishta Al-Shabaab dhinaca Jubbaland howlgalo si habsami leh uga socda ayaa iyana ka bilowday waxa ay ciidamada amniga ee Jubbaland ay si weyn uga shaqeynayaan inay miinooyinka ka saaraan dhulal baaxad leh oo isku xira deegaanada halkaasi si markaasi ay u sahlanaato socodka bulshada waxaa xusid mudan in qawaarishta halkaasi miinooyin ku aaseen si ay u kala jaraan socodka dadka iyo nolosha dadka haddaba maadaama gobolada Jubbaland ay ka mid noqdeen deegaanada cusub ee howlgalada ay ka socdaan
وحن بقاعدين هنا إذا ماذا يقول هاي هاتن قارين إذا ولا فيلا يو سيلا ماذا قوله هي لقى قاري دجان ذا قل مدو يو هرش بيلا إن إذا كأمن جا جبلان يوش يقول 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 إنه عسى قاري دونا هدول يرى هذا إن جودهن هول قلا ذا صعدة وح لقى قاري قوله بلارن يقول بدن ولا لقى حرية قوارشته اعتذارات كي هري وحن إذا لو ذا إن لما شذا قوارشته قاري سي إن كبدن سدح بقولي لواتن تضباط كان أما تضباطي ما نوع دل صور دافع لما شد قواريش تا كرو حيو دافع سلاو بخل تاسنا وحي كده جيسا تريد جود لجدي لقواريش تا لبادي تضباط دل صور دافع إن كبدن شم بخل وحال كاسي كم وقضى قول وين أو يسوه ين إذا ما دحو جدل كصومالية رجو يديلو سو قال يسا شعب بدن أو صومالية دو أه إن دوان إما خل دوانا ورك فرحة بدن أو أه إن جود أهان با قواريش تا لجسي في دجانو بدن أو صومالية إن دينا عكلنا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كي سوماليا مدنى حمزة عبد البر وحا وصوحري تقولنا مع المدو ويدو لصور دافي شير وين علماء سوماليا دي كوية شان مغالا دي مقدشو شير كاسي وحا وكسو عدي مقدشو انتي ودي حيسي سيدح اللاباتنك إلا إليح اللاباتنك جنوري لابدكون سيدح اللاباتن وحا لغسو ساري ورمورتيات دور قدبك كوبان iyo qodobada lagu taageeray dagaalka qawaarishta ka dhanka ah iyo inaan gabaad iyo macaamiil iyo wada shaqeyn midna la siin karin qawaarishta arxanka daran ee shacabka u diiday inay harsadaan ugu dambeynna dhinaca ajendaha qaran ee isdhexgalka iyo wada shaqeynta Soomaaliya ee leedahay dalalka gobolka waxaa magaalada Muqdisho wali si habsameyn leh uga socda barnaamijka habraaca xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay Soomaaliya inay ku biirto ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika East African Community loo yaqaano xubnaha ka socda EAC ama wadamadaasi bariga Afrika ayaa Muqdisho hawshaas u jooga waxayna muujinayaan rajo aad u weyn oo ah in Soomaaliya ay suuragal tahay in sanadkan xubinimadeeda ay ku guuleysato marka ay dhameeyaan xaqiijinta hawsha xaqiijinta ee guddigaasi ka wadaan magaalada Muqdisho waxa ay natiijada u gudbin doonaan shir madaxeedka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo dhici doona inta lagu guda jiro bisha February waxayna noqon doontaa tallaabo kale oo xagga diblomaasiyadda ah ee Soomaaliya markaasi ay ka gaarayso la macaamilka dalalka deriska iyo dunida inteeda kale barnaamijyada ama faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay ku biiritaanka ururkan waxaa ka mid ah in lagu xoojiyo diblomaasiyadda dhaqaalaha amniga arrimaha bulshada iyo isdhexgalka bulshada shirkan xaqiijinta ah waxa uu imaanayaa dadaal badan oo soo socday dhowrkii bilood la soo dhaafay lana filayo in sanadkan laga guulgaaro soomaaliyan ay si rasmi uga mid noqoto urur goboleedkan iskaashiga bariga afrika oo haatan ay dalal dhowr ah ku jiraan xubnahoodani muqdisho u joogaan si u xaqiijiyaan shuruudaha soomaaliya looga baahan yahay buuxiso waad mahadsantihiin